يعني لقيتي أستاذ صدقي وين وتعرفتي على وكيف، وفكرة الزواج ذاته وتقبل ناس بيتكم، لأنك أنت أو يعني دو ناس بيتكم في أنك يعني تتزوجي عربي وسوداني، كان شكلها كيف؟ والله أنا لما تلاقينا مع صدقي هو طبعا مفتكر أنا سودانية في البداية، هي طبعا صراحة ملامحك من بعيد قايلاني سودانية، وطبعا سودانيين بسيط في بروكسل يعني بيعرف كله مع بعض، وقاعد استغرب كيف السودانية دي أنا ما بعرفها، ويعني شوية شوية عرفنا من بعض، ويعني لقيت زول كويس. طبعا السودان ما كوني ما معروف ما معروف يعني شوية شوية يا دوب مع كلام دارفور وكلام جنوب السودان شوية كده في أوروبا، لكن في البداية السودان شوية كده الناس ما عارفين. يعني لقيت زول ما شاء الله محترم وكويس جميل. طيب أستاذ صدقي، طيب أسرتك يعني ارتباطك ب شخص عربي وشخص سوداني، هم تقبلوا الفكره دي عادي ولا كان فيها مشكله؟ يعني شويه كده صعب، لانه اسرتي كله مسيحيين يعني انا اسلمت يعني ما احنا نشوف هاي قصه الاسلام ذاتها. ايوه وعشان شكلي كنت طوالي مع العرب وكده، يعني حبيت اللي اقعد مع البنات في المدرسه المغاربه، وعندي صاحبتي باكستانيه وكده، يعني كنت طوالي مع الجماعه ديل بكون القسمه يعني مكتوب جميل القسمه. نعم. طيب الجانب الثاني برضه يا صدقي بالنسبه للقسمه ونظرة الأسرة كذلك للزواج من أجنبية باعتبار في النغم الأول، يعني كيف تقبلت الأسرة يعني هذا الوضع؟ والله حقيقة الأسرة كانت يعني ما كان في صعوبة ما عدا الوالدة، وحتى هي يعني كنت صريح جدا معاها، قلت لها والله يا أخي عندي والدتي دي يعني ما قبلاني إنه أتزوج أجنبية وكذا، فكان بالنسبة لها في الفترة الأولى كان غريبة جدا، لكن بعد جات هنا السودان ورحلتين ثلاثة قامت مرة كده قاعدين أنا والوالدة، قلت لي والله أمك ليها حق على سنه فعلا هنا يعني التماسك والترابط الأسري والأشياء دي كلها، وإنه الإنسان ما يتزوج برا من ويعني نحمد الله إن هي الآن من يعني بعد ذاك تبقى برضو قسمة للأطفال، هي ناس مثلا مصرة إن حتى أولادين ما يزوجوا لسودانيين وما يكون في ارتباط الا ارتباط بالوطن والسودان، فلكن دي تفهمتها فيما بعد، فلذلك اللي بيكون خارج المحيط ده بيستغرب انه، فانا كنت قلت لها يعني في البدايه قلت لها والله انا لو ما اخذت رضا امي ما حاسويش، فقامت قالت لي يا اخي انت عمرك كم؟ انت تقول لي لسه اخذ، قلت لها يعني دي اصولنا ودي عاداتنا. فالحمد لله بعدها بعد ما هي جات وشافت هي الان المصره في الحياه دي بقت اكثر مني، يعني انها بتقول انه فعلا لو ما الترابط في السودان والاشياء دي فدي نعمه الحمد لله، الواحد يحمد على ربنا يعني نحمد على ربنا على هذه النعمه، ونحمد ربنا على انه نسال الله انه يعني يكتمل المشوار في هذه الروعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. يمكن انا داير القي الضوء برضو على تسميه الاولاد ودخول الاسلام وكل هذه التفاصيل، ولكن يعني حنمشي لاستاذ معاويه التوم، ويمكن كنا في 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 فقره سابقه في تركيا، وزي ما ذكر احمد بيننا هي منطقه سياحيه في المقام الاول واصبح في اقبال كبير جدا جدا، يعني حتى هنا في السودان بنلقى بانه الناس سنويا بهي يعني باسرتهم بيمشوا بيأجزوا في تركيا وكذا، فنشوف انت شوفك في العالم، انت انتقلت يمكن من بلد لبلد شفت الكثير والكثير، وحاليا جيت استقريت في السودان، جبت معك شنو من برا على اساس انك انت تطبقه هنا في السودان او متمني بانك انت تشوفه هنا في السودان؟ والسودان طبعا فيه مناطق سياحيه ما دليلها اثنين ثلاثه ومناطق جميلة يعني. طيب حقيقة يعني اهتمام الدول بالترويج السياحي هو سبب كبير جدا في تعرف الناس على الوجهات السياحية والمزارات السياحية. من خلال عملي كصحفي وإعلامي في مجلة سياحية، يعني يمكن مجلة المسافر أول مجلة عربية سعودية خليجية تفرض ملف خاص ل 34 دولة أجنبية أنا مشيتها والحمد لله وعكستها سياحة فيها.
الدولة بتهتم بالصحافة بالصحفيين، بيدون بيجينا زيارات يعني كلها كاملة اللي هي الفام تريبا والرحلة التعريفية نتبع عنهم. يبقى لحد الليلة احنا ما وصلنا المرحلة دي. يعني لو قلت لك التجربة انا شفتها في العالم برا اهتمام الناس بيننا كصحفيين كنا في اواخر التسعينيات والكلام كتبناه هنا ما عندنا في السودان. فانا الشيء ده اقوله ودي فرصة ذاتها افتح لي بوابة صغيرة اقول يا جماعة الترويج السياحي يعني ممثلياتنا وسفاراتنا قنصلياتنا بالخارج تفتقر حتى البروشور التعريفي عن السودان. هذا الجمال وهذا البهاء يعني بيمتاز بالسودان، هذه المناظر الجميلة كنوز التي لم تكتشف بعد لحد الآن ما لاقي الترويج السياحي. يعني الليلة الدور الكبير على وزارة السياحة عشان متروج للسياحة برا وتدعو الناس من برا يشوفوا السودان ويعكسوها عبر الميديا المختلفة. نعم نعم نعم. عيوني اللي بيشوفن ديل نعم. يعني شافن هناك برا، أنا لما جيت هنا بشوف بعيون مختلفة، ما زي زول قاعد هنا. لما شفت كتير وجيت عاين هنا زي منظر المقرن ده ما شفته في العالم. يعني المقرن النيلين ده ما في العالم كله، ما في زينين ده. نعم. بس ينقصنا الترويج السياحي. طيب نحن يمكن نتواصل معك بالتأكيد معاوية، بنتواصل مع كل المشاهدين ولسه بنتحدث عن هذا الجانب المهم واللي هو جانب السياحة. نرتحل معكم إذن عبر كاميرا برنامج ميراث الشوق مرة أخرى إلى تركيا نتابع هذا الجانب.